امبارح كان في احداث كتير مهمه حصلت، منها الاجتماع الاسبوعي للحكومه برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومه في العاصمه الاداريه الجديده، وكمان اشاده رئيس الوزراء بمخرجات مؤتمر المناخ اللي تم التوافق عليها في شرم الشيخ، ايضا موافقه الحكومه على مشروع قانون بيسمح بقطع المرافق عن اي عقار مبني على اراضي مملوكه للدوله. نتابع. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتحدث الدكتور مدبولي عن الانتهاء الرسمي لفعاليات الحدث العالمي الضخم المتمثل في الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ، وأشاد بالتوصل لتوافق حول مخرجات المؤتمر. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جهود الترويج لجذب المزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال المصرية، وكمان استعرض الجهود المبذولة لجعل البورصة وجهة مفضلة لاستثمارات الأفراد، وأشار للبدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء أول سوق إفريقية لتداول شهادات الكربون، وقال إن البورصة المصرية بتستهدف إنها تكون المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية. امبارح وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يسمح بقطع المرافق على أي عقار مبني بالتعدي على أرض مملوكة للدولة. نص التعديل على مخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز بقطع هذه المرافق وعدم توصيلها إلى العقار المخالف لحين إزالة التعدي، وكمان اعتبار هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة للإعلانات المتداولة المنسوبة لوزارة القوى العاملة اللي بتزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إن الإعلانات دي والمواقع الإلكترونية المتداولة وهمية ومزيفة ولا علاقة للحكومة بيها على الإطلاق، وإن أي فرص جديدة للعمل خارج مصر بيتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك إنه في إطار دعم علاقات الشراكة والتعاون بين حكومتي مصر واليونان، قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوزير نيكولاوس بانيتوبولوس وزير الدفاع اليوناني بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري بين الجانبين المصري واليوناني، وده بحضور سامح شكري وزير الخارجية ونظيره اليوناني نيكوس دينديس. ونصت مذكرة التفاهم على تقديم كافة أوجه الدعم بين الجانبين بما يحقق التكامل في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري. طبعا مسألة قطع المرافق عن المعتدين على أملاك الدولة أيا كانت الأملاك بقى، أرض زراعية، أرض مبنى أيا كان، أو حتى أرض فضاء، ده شيء مهم جدا. لفترة من الفترات كان في استباحة من بعض الناس لأملاك الدولة، ما كانش في الزمام أو ما كانش في فرض أمن بالشكل الجيد في فترة الثورة وما قبلها، لكن دلوقتي كان لابد من الوقوف بهذا الشكل مع كل معتدي على أملاك وعلى أراضي الدولة. ويعني لو هنربط سريعا كده بين الخبر ده والخبر بتاع هيئة الأوقاف في حصر ممتلكات الأوقاف، في ديسمبر من عام 2017 الرئيس وجه وزارة الأوقاف بحصر ممتلكات الأوقاف وإنهاء أي مشاكل متعلقة بممتلكات الأوقاف، وعملنا بالفعل أطلس لوزارة الأوقاف في بداية عام 2019 حصرنا فيه كل ممتلكات الدولة، فكرة إن الدولة تحافظ على ممتلكاتها لأن ده مش هيبقى للدولة، ده ملك للأجيال القادمة كمان. أكيد فكرة فرض سيادة وهيبة الدولة بالقانون على كل معتدي ده بيحسس الناس انها حاسة بالامان، وبيحسس الناس انه مش اي حد يقدر يعتدي على حاجتهم، لان هنبتدي بالاعتداء على ممتلكات الدولة، وبعدها اذا لم يتوقف هذا الاعتداء قد يوصل ان حد يعتدي على ممتلكاتي وتبقى الامور ماشية بالقوة. لكن فكرة ان احنا قادرين نسيطر على كل يعني الخارجين عن القانون بشكل او باخر، ان احنا قادرين نحافظ على ممتلكات الدولة اللي من خلالها بيتم استثمارها في انها بتطلع
بتطلع عائد، بيتصرف في حاجات كتير جدا في التنميه، وبقى يعني في الاعمال الخيريه زي ما كنا بنتكلم، او الاعمال التنمويه اللي بتقوم بها وزاره الاوقاف، فده بيعود بالفايده على الناس، مش زي ما ناس كتير قوي بتحاول تروج لفكره انه ازاي يتم قطع المرافق عني في بيتي، انا ذنبي ايه، انا قاعد، انا باني، انا دافع فلوس. ما انت باني مخالف. يعني فكره تثبيت الامر الواقع، او فكره التعامل مع الامر الواقع ان هو خلاص ده بقى امر واقع وتعاملوا معاه، لا ده شيء غير مقبول ابدا. على كل إن هنروح طبعا لجوله المحافظات، في مجموعه كبيره من الاحداث المهمه اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، اللي منها انهاء 100% من خطه رصف طرق بنطاق حي عمريه ثاني في اسكندريه، وتنظيم برنامج المسرح المتنقل بقرى مبادره حياه كريمه في سوهاج، كمان بدء التشغيل التجريبي لثلاث محطات رفع صرف صحي بقرى دشنة في قنا، واخبار ثانيه في محافظات اخرى هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي تم فيها الإعلان عن الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشوارع حي العمرية ثاني بنسبة تنفيذ 100%، وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إنه تم استهداف رصف 6 شوارع رئيسية بالحي بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه تلبية لاحتياجات الأهالي. في سوهاج أعلنت المحافظة قيام فرع ثقافة سوهاج بتنظيم برنامج للمسرح المتنقل بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة خلال الفترة من 26 نوفمبر والحد الأول من ديسمبر بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة. في الغربية تم افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بقرية تلبنت قيصر بمركز طنطا، وتفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الوحدة اللي بتضم قاعتين للغسيل الكلوي بعدد 5 أسرة وآخر بغرفة الطوارئ، وكمان تفقد معمل التحاليل وغرفة الطوارئ وبنك الدم. في بني سويف شهد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تسليم أول قرض على مستوى الجمهورية بيقرضه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمشروع من المشروعات المتوسطة، وهو مشروع مطحن لإنتاج أنواع الدقيق المختلفة. المطحن ده بيوفر 75 فرصة عمل، 90% منهم من أبناء المحافظة، وبتبلغ الطاقة الإنتاجية ليه 100 طن في اليوم. في دمياط تبعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الأعمال الجارية بمشروع تطوير المناطق غير المخططة، وبدأ الرصف للشوارع الرئيسية بمنطقة شط الملح، وده بعد إتمام عمليات مد وإحلال شبكات المرافق والحماية المدنية. في المنوفية تفقد المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون الأعمال الإنشائية بمدرسة الحاجة خديجة بكير للتربية الفكرية على مساحة 3570 متر وبتكلفة تقديرية بتصل إلى ما يزيد عن 10 مليون جنيه. في قنا أعطى المحافظ اللواء أشرف الداوودي إشارة بدء التشغيل التجريبي لثلاث محطات رفع صرف صحي بقرى أبو مناع غرب وأبو مناع شرق والشيخ علي التابعين لمركز دشنة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الإسماعيلية نظمت مديرية الصحة بالمحافظة قافلة طبية مجانية بمركز شباب البغادة استهدفت أهالي مركز ومدينة القصاصين، واستقبلت 1706 حالة، وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في بورسعيد أعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالمحافظة إنه تم طرح وتوفير وتوزيع 55 طن رز مصري فاخر بسعر 15 جنيه للكيلو، وده في أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بور فؤاد. في جنوب سيناء شنت إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالمحافظة حملة لمكافحة النمل الأبيض بمدن أبو رديس وأبو زنيمة مع حماية المباني والمنشآت.